يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية. طبعا الموهبة أو الذكاء هبة من الله تعالى، يهب لمن يشاء من خلقه. أنا معي هنا في الاستوديو أقل، يعني إذا قلت له كلمة فنان فأنا قصرت في حقه، معاي الفنان والشيخ خليفة الشرقي. يا أهلا وسهلا. الله يحييك ويرحبك على فضله. أرحب فيك ورحب في السيدات والسادة المشاهدين، وأتمنى أني أكون ضيف خفيف الظل عليك وعليهم وعلى الجميع إن شاء الله. يا مرحبا بك الشيخ خليفة الشرقي، طالب أكاديمية التجارة والفنون الجميلة. الشيخ اليوم الصبح وأنا جاي التلفزيون يقولون لي أنت راح تستمتع بآخر فقرة، هي وحمسوني إن شاء الله نتمنى هالشيء يعني. وأنا سامع لك قبل، هي وأنا جاي هنا متحمس وايد، زين، ولي شرف إني أنا أسوي لك اللقاء هذا. طولي بعمرك. تشرف طالب. الله يحفظك. تشرف. الله يسلمك. لو تكلمني عن بدايتك، كيف طلعت الموهبة هذه وكيف شفتها موجودة فيك؟ والله في البداية حقيقة كنت في المدرسة في سنة 1998 أنت كده تبين لهم أنك شيبة؟ لا ما عليك. زين. و97 هذه يعني البدايات، في من خلال اشتراكاتي في الأوبريتات اللي كانوا يسوونها في المدارس، الحفلات، يعني من هالقبيل. واكتشفت الموهبة الحقيقية والأصلية، يعني اللي هي الموهبة، موهبة الغناء الشعبي، في عام 2006. زين. شو حابة تسمعنا؟ أنا حابة أسمع منك. والله أسمعكم أغنية للفنان. طبعا أنا أجيد الغناء الشعبي، لأن أنا في الحقيقة تربيت على الشعبي وعلى أجمل شيء هو الشعبي. نعم، وعلى الأغاني القديمة. فإن شاء الله بسمعكم أغنية حطني في عيونك وغمض. فال سمعنا إن شاء الله. حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك. الحذر نرمت لا تلمض، احتفظ لي يطيح مير هونك. حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في أشعر أنه خالي بدون
حطني في عيونك وغمض، خليني أعيش في عيونك والحذر أن رمت لا تلمر، احتفظ لي طيح من يرهو. سلام الله عليك، عيشتنا جو ثاني، شليتنا من الاستوديو وديتنا بعيد بعيد. الله يسلمك الله يسلمك. زين، الداعم الأكبر اللي دعمك منذ بدايتك؟ والله الحقيقة أنا في البداية يعني بال2006 لما اكتشفت الموهبة صار في دعم من قبل واحد من أولاد أخوي، فالحقيقة هو يعني الدعم لي باستمرار يعني، وهو دائما صراحة يشجعني يعني، أنا وهو اللي شجعني إني، ولا مقاطع على كلامك، هو اللي شجعني إني أستمر. ولا أنا كنت يعني في 2006 كتجربة يعني، لكن هو اللي حفزني وعطاني التحفيز ولد أخوي يعني حمد. حرام يعني، ما جزاه الله خير يوم حفز، لأن حرام الشيخ نحن كنا ننحرم من هذا الصوت. الله يسلمك. بس انت توك قلت 96 و97، بس انا قلت اذا شيبت عمرك، فانت خفت الحين حطيتها في 2006. لا 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 لا، هذه كبدايات المدرسيه يعني، لكن البدايه الغناء يعني والممارسه وغناء الاغاني الفنان ميحد حمد، نوجه له طبعا اكبر تحيه ابو حمد، اتمنى انه يكون ان شاء الله يعني يتابعنا ان شاء الله في 2006 يعني ان شاء الله. انت قبل اسبوع او اسبوعين شاركت في حفل الاكاديميه. نعم. اللي كان في حديقه عين مضب. نعم صحيح. كيف كانت المشاركه؟ والله طال عمرك مشاركه كانت حلوه وجميله، وبالعكس يعني اشكر صراحه الجماعه القائمين على الاكاديميه، سعادة الأستاذ علي عبيد والدكتور أحمد عبد الستار، ما قصروا صراحة، استقبلوني فتحوا لي قلوبهم قبل أبواب الأكاديمية يعني. جزاهم الله خير حقيقة. والمشاركة كانت مشاركة جيدة يعني، كانت أغنية أحب البر يعني من المشاركات الشعبية يعني. زين، أي شخص يواجه تحديات في أي مجال؟ أكيد طبعا. وطبعا أنت واجهتك أكيد تحديات كبيرة لين توصل اللي وصلت له. أكيد من ضمن يعني التحديات اللي تسألني عنها، يعني لقيت شوي رفض من الأهل في البداية، لكن الحمد لله توافيج من الله وتيسير من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله يعني سهلت الامور ومشى كل شيء مثل ما يقولون. زين، حاب تغني لنا شيء؟ سمعكم اغنيه بعد الفنان ميحد حمد، هيمان يا المحبوب هيمان. يا سلام. تفضل. محبوب ايمان بلون لو تثيبون بيهون، بعيد وبعلق اعلان لو مرة حولي تمرون. ايمان يا المحبوب ايمان بلون لو تثيبون بيهون، بعيد اعلان لو مرة حولي تمر. وان شفتكم بقول حلمان، مبغي فسر حلمي ولا عون، من عاين القدري بالعيان
يجعل حلوم السر مكنون، وان شفتكم بقول حلمان مبغي فسر حلمي ولا عون، من عاين القدري بالعيان يجعل حلوم السر مكنون. كان عمري بلاك لا كان، وبكل حياه الزين وتكون، وين الوعد يا نور الأوطان مفروض بالميعاد توفون. لكان عمري بلاك لا كان، وبكل حياه الزين وتكون، وين الوعد يا نور الأوطان مفروض بالميعاد توفون. وإن شفتكم بقول حلمان مبغي فسر حلمي ولا عون، من عاين القدري بالعيان يجعل حلوم السر مكنون. وإن شفتكم بقول حلمان مبغي فسر حلمي ولا عون، من عاين القدري بالعيان يجعل حلوم السر مكنون. هيماني المحبوب هيمان بلون لود ذيبون بيون، بعيد وعلق علان لو مرة حولي. هيمان يا المحبوب هيمان، الله يسلمك. الشيخ رايك في الدعم اللي تقدمها الدولة للموهوبين من أصحاب الهمم؟ والله شوف، في يعني دعم لكن لأصحاب الهمم بالتحديد صراحة يعني ما في، لكن حاليا يعني بعد افتتاح الأكاديمية أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة حقيقة يعني لقينا الدعم سواء للأسوياء أو للأشخاص اللي هم من ذوي التحديات أو من أصحاب الهمم. لكن قبل يعني ما كان، قبل ما كان صراحة موجود يعني دعم أو شيء يعني. شوف شو اللي قاعد تشوفه من دعم الحين؟ حاليا التحفيز جميل، والتشجيع جميل، ويعني مثل ما تقول إعطائك حافز أن أنت موهبتك حرام تظل موهبة مدفونة. صحيح. هي نعم هذا يعني. زين، دور الأكاديميات الموسيقية في دعم المواهب وفي صقلها وفي أنها تخرج للإعلام، يعني في مواهب حرام تتم مكبوتة وما حد يدرى عنها. صح. كيف شوف دور الأكاديميات؟ بالعكس، الأكاديميات لها دور فعال، لأنها الأكاديمية توصل صوت أو وصورة الشخص للمكان المطلوب، يعني تعطيه الدعم، تعطيه التحفيز، تعطيه التشجيع، تخليه يوقف على المسرح مثلا من غير يعني ربكة أو رهبة أو شيء من هالأشياء. بالعكس يعني وجود الأكاديميات الموسيقية أو الأكاديميات الفنون ضروري جدا وأصبح من الضروريات حقيقة. وأكيد الدعم الأول للأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة سيدي ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي، الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله يا رب، اللهم آمين. هو الدعم الأول للأكاديمية، أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وظهور المواهب الجميلة هذه. أكيد. كيف شفت الدعم هذا؟ بالعكس ما شاء الله، دعم لا محدود في الحقيقة، وتشجيع الستاف يعني او الجماعه اللي في الاكاديميه صراحه مثل ما قلت لك يعني يفتحون لك قلوبهم قبل ابواب الاكاديميه يعني.
طبعا ما قصروا يعني معاي انا في زين. الشيخ خليفه باكر عيد الحب هي. واي انسان يحب وما قادر يعترف انه يحب افضل فرصه هي هذه مشكله هي. افضل فرصه هي عيد الحب اللي هو باكر هي. زين وممكن في وايدين الحين هم ما قادرين يعترفون بالحب اللي موجود في قلوبهم اكيد. زين انا اشكرك الشيخ خليفه الشرقي، انا راح ارجع لك وعساس ان احنا نختم باغنيه احبك لو بغيت ان شاء الله عساس نهديها أكيد يعني أكيد. خلاص نعترف ما انتم كابتن لا اكيد ان شاء الله. ونشكر مشاهدينا الكرام اكيد طبعا اشكرهم واشكر كل من يتابعني واوجه تحيه لجميع المشاهدين اللي يتابعون برنامجكم هي نعم. واوجه بعد تحيه للاستاذه نجوى عبد المالك في الاعداد حقيقه ما قصرت كلهم من لما نصر ما قصروا الاستاذه لما والله كلهم ما قصروا صراحه كلهم استضافوني ويعني هذه قناتك وهذا برنامجك هذه قناتك وهذه برنامجك حطوني على كفوف الراحه مثل ما يقولون وتستاهل اكثر. انا بودع المشاهدين مشاهدين زين وبختم وياك على أغنية أحبك لو بغيت إن شاء الله. مشاهدينا باكر عيد الحب تمسون على حب ونختم معاكم أو تصبحون على حب سوري ونختم معاكم مع أغنية أحبك لو بغيت ونشوفكم باكر على خير إن شاء الله. إن شاء الله تفضل. أحبك لو بغيت أحبك لو بغيت أنساك ما أقدر أحبك لا تسأل القلب الصبر أحبك من زمن يوم الطفولة ويوم الوقت أحلام وتصور أحبك لو بغيت أنساك ما أقدر أحبك لا تسأل القلب الصبر أحبك من زمن يوم الطفولة ويوم الوقت أحلام وتصور أراك بعين ودي وتماني وأشوفك جسم في الصورة وعبر أحبك أنت ما أقدر أن أرابك خطايا لا تنوب ولا تكبر وأراك بعين ودي وتماني وأشوفك جسم في الصورة وعبر أحبك أنت ما أقدر أن أراب خطايا لا تنوب ولا تكبر رسمتك في خيالي في ضميري جميلا ما على وصفك أنا أقدر وأشوفك السما الصافي بليل قمر نصف الشهر ويوم يظهر رسمتك في خيالي في ضميري جميلا ما على وصفك أنا أقدر أشوفك السما الصافي بليل قمرها نصف شهر ويوم يظهر أحبك لو بغيت أنساك ما أقدر أحبك لا تسأل القلب صبر أحبك من زمن يوم الطفولة ويوم الوقت أحلام وتصور أحبك لو بغيت أنساك ما أقدر أحبك لا تسأل القلب الصبر
أحبك من زمن يوم الطفول ويوم الوقت أحلام وتصور.